صباح الورد والفل على عيونكم الحلوة، أو مساء الورد والفل على قلوبكم الجميلة حسب ما بتشاهدوا الفيديو. النهاردة حبايب جيجي هنعمل مع بعض بفتيك بطريقة سهلة وبسيطة، وأي حد مبتدئ هيعرف يعمله من غير الطبقة اللي على الوش ديت ما تفك ولا يتعبك في الآلية خالص. بس الأول يلا ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وهسيب لينك الانستجرام والفيس في صندوق الوصف. أتمنى متابعة ونسمي بسم الله ونشوف مكوناتنا. أنا هنا حبايب قلبي معايا كيلو من البفتيك اهوت، بتجيبيه من عند الجزار بتقوليله عايزة بفتيك، هو بيقطعه شرايح كده. معايا معلقة من البابريكا، معلقة من الفلفل الأسمر، معلقة من الملح، معلقة من التوابل اللي أنا بعملها اللي هي عبارة عن ورق لوري، فصين حبهان، فصين قرنفل، وربع معلقة من جوز الطيب، ومعايا بيضاية، ومعايا معلقة من الخل، ومعايا مية بصل، ومعايا قشطة بلدي بتاعت اللبن وفيها شوية لبن. انا هنا معايا قطعة اللحمة اهي زي ما احنا شايفين، هجيب كده كيس بلاستيك انا فاتحاه، طبعا كيس يكون نظيف، وهحط كده قطعة اللحمة بين الكيس وهبتدي كده ادق على اللحمة علشان قطعة البانيه معايا تتفرد وتبقى ناعمة في الاكل زي ما احنا شايفين اهي. هنشوف كده لو في حتة تخينة تاني ندقها ونفردها كده. انا هنا حبايبي فردت قطعة اللحمة اهي، هكمل الباقي وارجع لكم. بعد ما خلصت دق البفتيك انا جبت بولة وهنزل فيها بمية البصل، وهنزل بالتوابل بتاعتنا، معلقة بابريكا، معلقة فلفل، معلقة ملح، معلقة التوابل اللي قلنا عليها، وادي معلقة من الخل، وهنزل بالبيضة، وهنزل يا حبايبي بالقشطة البلدي بتاعت اللبن ومعاها حوالي ربع كوباية من اللبن، وهنقلب لو احتاجنا شوية من اللبن تاني هنضيف. انا هنا في قشطة اهي هنزلها وهبتدي اقلب بقى كويس كده، اخلط المكونات دي كلها كويس مع بعض. انا هنا عايزة شوية لبن تاني اهو، جبت اهو حبة لبن تاني حوالي ربع كوباية. الخلطة دي بتكفي كيلو من البفتيك. هبتدي بقى انزل بقطع البفتيك بتاعتي كده، انا بنزل بقطعة قطعة عشان ما يبقاش في قطعة لازقة في التانية. ودلوقتي بقى هقلب البفتيك بتاعنا كده في الخليط اللي احنا عملناه كويس، واضمن ان هو اتشرب كويس اهوت، وهركنه حبايبي كده لمدة نص ساعة في التلاجة وارجع لكم تاني. انا هنا بقى معايا بقسماط عادي خالص، ومعايا معلقتين من الدقيق وزيهم معلقتين من النشا، وهقلب يا حبايبي البقسماط مع النشا مع الدقيق، هنفضل نقلب لغاية ما يختفي الدقيق خالص والنشا اهو زي ما احنا شايفين كده كده تمام. دلوقتي بقى حبايبي هبتدي اتبل البفتيك بتاعنا، ناخد كده قطعة البفتيك اهيت، وهنزل فيها بالبقسماط واتبل كويس كده قطعة اللحمة اهيت، اضغط كده عليها بصوابعي عشان تبقى مستغطية بالبقسماط كويس اهيت. انا هنا بضغط كده ضغطة تانية اهي شايفين. هنعمل قطعة تانية اهي مع بعض. معلقة القشطة حبايبي او معلقتين القشطة بتوع اللبن البلدي العادي بيدوا للحمة طراوة كده وبيخلوها طرية. انا هنا بتبل قطعة اللحمة بالبقسماط اهيت، هكمل بقى حبايبي
الباقي كله وارجع لكم تاني. دي كده كمية البوفتيك اللي انا تبلتها هحطها في التلاجة لمدة نص ساعة وارجع لكم تاني. انا هنا حبايبي معايا الطاسة بتاعتنا اللي هنقلي فيها، وحط فيها الزيت بتاعنا، وحط فيها معلقة من السمنة، واول ما سخنت كده متوسطة التسخين كده، ما سخنتش الزيت قوي، ونار برضو متوسطة، هنزل بقطع البوفتيك بتاعتي. بصوا حبايبي انا كده هقلبها. ما تقلبوش يا حبايبي البوفتيك في الزيت الا لما تحسوا ان هو خد لون اهوت، وما نحركش البوفتيك كتير. وادي البوفتيك بتاعنا اهو استوى، هنطلعه بقى على ورق مطبخ اهوت، نصفيه بس كويس من الزيت. وبعد ما نصفيه كويس من الزيت هنرفعه على مناديل مطبخ كده زي ما قلنا. بصوا البوفتيك بتاعنا لونه جميل جدا ومقرمش. انا هنا حبايبي خلصت القلية بتاعت البوفتيك بتاعي، مقرمش خالص اهو، والطبقة متماسكة فيه، وعملت جنبه بطاطس، وبعمل مكرونة على النار. يلا بعد ما نخلص هنغرف ونشوف شكل البوفتيك بعد ما نغرفه. يا رب يكون عجبكم. ادي حبايبي المكرونه بتاعتي، عملت مكرونه بالصلصه الحمراء، مكرونه قلم عاديه، وحمرت بطاطس. وادي البوفتيك بتاعنا طلع جميل جدا زي ما احنا شايفين. اتمنى تجربوا وصفه البوفتيك ديت وتعجبكم، وتقولوا رايكم ايه في التعليقات. وما تنسوش اللايك والشير علشان القناه تكبر بيكم، ونقدم كل جديد. واي حد عايز اي وصفه يكتب لي في التعليقات، وانا هعملها لكم على طول. اشوفكم على الف الف خير.